عبد العزيز بن زكور الذي يغادرنا اليوم كان فعلا من خيرة أبناء هذا الوطن ومن القامات النضالية الوطنية الكبيرة على المستوى السياسي من خلال انتمائه لحزب التقدم الاشتراكية، لكن أيضا على مستوى مهنة المحاماة التي أبلى فيها البلاء الحسن وتحمل فيها مسؤوليات وطنية كبيرة، وأيضا المستوى الحقوقي حيث كان من المساهمين بقسط وافر في الانتقال الديمقراطي الذي عرفه المغرب في طي صفحة الماضي من خلال عضويته في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وفي مجلس الإنصاف والمصالحة وفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي هيئة التحكيم، في كلها مسؤوليات تحملها عن جدارة واستحقاق، وكانت له إسهامات ثاقبة على مستويات مختلفة. الجميع يذكر السي عبد العزيز بن زكور بخير لأنه فعلا كان رجل محبوب عند الجميع، وأكاد أقول أن هذا المعدن أو هذا النوع من الرجال لم نعد قادرين على إنتاج أمثاله، وأتمنى فعلا أن يكون بالنسبة للأجيال الصاعدة قدوة، وأن توجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتغمده بوسع رحمته في هذه اللحظات. اليوم كنودعوا رجل من رجال المهنة الكبار، رجل مبادئ، رجل مثابرة، رجل إخلاص لوطنه ولمهنته. أنا في عمري المهني 52 سنة وتعلمت على يد هذا الرجل، دوزت معاه 6 سنين في المجلس، هو نقيب وأنا كنت كاتب عام، تعلمت على يده ما معنى العمل المتقن، ما معنى السهر، ما معنى العمل يوميا إلى اليوم الموالي باتصال. وواحد القوة أعطاه الله اللي كنتمنوا ليه رحمه الله رحمه الله رحمه الله. اليوم تنفقدوا واحد الهامة من الهامات ديال الحركة الحقوقية على مستوى المؤسسات المهنية، ولا على كذلك العمل المدني والعمل السياسي. حركة بالنسبة لنا اليوم تنفقدوا النقيب عبد العزيز بن زكور باعتباره من المؤسسين للحركة الحقوقية بالمغرب، وأنا أتذكر عند ولوجي للمهنة المحاماة سنة 1985 كان هو نقيبي في تلك الولاية. من تلك الولاية في سنة 1987 كان رئيس جمعية المحامين بالمغرب، وكان يقود وكان يترأس مناظرة أعتبرها من المناظرات التي أسست للحركة الحقوقية بالورش الحقوقي بالمغرب، اللي هي مناظرة وجدة التي فيها ستنطلق تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في سنة 1988، وبعد ذلك سيكون كذلك في محطات أخرى تهم المصالحة في بلدنا في وطننا، في ميدان المصالحة، في ميدان التحكيم، في ميدان كذلك ممارسته كذلك للعمل في كمؤسسة في مؤسسة الوسيط المملكة، وكذلك باعتباره
كان عضوا كذلك بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى بحضوره في جميع الجمعات العامة التي كانت تنعقد، وكان دائما يدلي بأرائه، أرائه النيرة، أرائه الدقيقة، وأرائه الدقيقة في كل ما يهم الحقوق وفي كل ما يهم المسار الحقوقي ببلادنا. والآن نترحم عليه ولترقد روحه بسلام.